جهاز الحرس البلدي غريانة بجولة تفقدية على عدد من المخابز ومحلات بيع اللحوم بالبلدية. تم خلال الجولة ضبط كمية من اللحوم المتعفنة غير صالحة للاستهلاك والعديد من المخالفات الصحية داخل المخابز. هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. عقد في بلدية باري اجتماعان لمناقشة كيفية تفعيل مكتب الصحة الحيوانية بالبلدية. الاجتماع حضره عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب الزراعة ومسؤول مكتب الصحة الحيوانية بالبلدية. قامت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهون بتوزيع سلات رمضانية على الأسر المحتاجة بالبلدية. المساعدات شملت سلات غذائية تحوي عددا من المواد الغذائية الأساسية من بينها الأرز والزيت والسكر والدقيق والطماطم. عقد في بلدية قصر بن غشير اجتماعا لمناقشة آلية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية. هذا وحضر الاجتماع عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومراقب التعليم بالبلدية.